أنا مدام عبير، عملت عملية تكميم مع دكتور محمد ياسر حان من 3 سنين. الحمد لله كانت قبل العملية كانت الدنيا شبه مشلولة، مفيش حركة ومفيش طلوع في الأسانسير. الحياة دلوقتي اتغيرت مع ولادي ومع بيتي، والحمد لله بطلع الدور الرابع جري، والحمد لله بقينا ننط الحبل اللي كان نفسنا ان احنا ننطه، والحمد لله رب العالمين أحسن كتير.